الطلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. طلاب مساق محاسبة مالية 2، إن شاء الله اليوم هيكون معنا الفصل الأخير أو الوحدة الثامنة والأخيرة إن شاء الله، اللي هي تتعلق بالطرق المحاسبية. طبعا الهدف من دراسة الوحدة توضيح مفهوم الطرق المحاسبية وأنواعها، الفرق بين الطرق المحاسبية وتطبيق مختلفة وتطبيقاتها، شرح مزايا وعيوب كل طريقة من هذه الطرق. طبعا الطرق المحاسبية نتيجة التطور والتقدم الذي حدث في القطاع الصناعي والتجاري، كل الحاجة طبعا حكوا زمان الحاجة أم الاختراع، فهذا كله اخترق الضغط والحاجة الملحة أجبرت المحاسبين في التفكير لإيجاد طرق جديدة تمام في عمليات التسجيل المحاسبية لتتماشى مع هذه التطورات ولتكون ملبية لهذه الاحتياجات. ولذلك ظهرت عندي 5 طرق من الطرق المحاسبية. عندي الطريقة الإيطالية تمام، والطريقة الفرنسية، والطريقة الإنجليزية، والأمريكية، والألمانية. طبعا احنا كل طريقة هتناولها بالتفصيل وايش في امثلة عملية عليها ان شاء الله. الطريقة الايطالية هي طبعا تعد من ابسط واسهل هذه الطرق اللي احنا عارفينها تمام، واللي تستخدم القيد المزدوج في دفاتر اليومية وبترحل لدفتر الاستاذ العام. طبعا مزاياها سهولتها وقلة الدفاتر المستخدمة فيها، تلائم المشروعات الصغيرة لقلة العمليات، تتماشى مع أحكام وقوانين البلاد التي تفترض وجوب مسك دفتر يومية ودفتر أستاذ، قلة النفقات فيها لاستخدام عدد قليل من المحاسبين. أما عيوبها تحتاج لجهد ووقت كبير لكثرة تسجيل العمليات المالية فيها، لا تصلح للمشروعات كبيرة الحجم تمام، صعوبة تقسيم العمل بها بين الموظفين، وتقليل فرص الرقابة الداخلية مما يسهل عملية التلاعب في السجلات. طب ايش الدفاتر اللي احنا بنستخدمها في الطريقة الإيطالية؟ قال لك بنستخدم دفترين رئيسيا، دفتر يومية عامة اللي احنا عارفينه اللي بنسجل فيه قيود اليومية من وإلى تمام، وهو الدفتر اللي تسجل فيه جميع العمليات اليومية التي تتم في المشروع من واقع المستندات المؤيدة لذلك حسب طريقة القيد المزدوج، وهو دفتر إلزامي طبعا عند أغلب الدول. النوع الثاني من الدفاتر اللي هو دفتر الأستاذ العام، وهو دفتر بتسجل فيه كل صفحة احنا عارفينه طبعا، نفتح فيه حساب، صفحة الدائنون، صفحة المدينون، صفحة الصندوق، صفحة البنك، حساب البنك وكذا، بنرحل له قيود اليومية تمام. وطبعا هذا اللي احنا تعلمناه في محاسبة، الطريقة هذه اللي احنا درسناها وتعلمناها في محاسبة واحد. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة المركزية أو ما تسمى بالطريقة الفرنسية تمام، وتستخدم مجموعة من العمليات المشابهة في المشروع، يعني ما تكون عمليات مجموعة يعني المشروع عملياته متشابهة تمام، وبتسجل هذه الطريقة في دفتر يومية يطلق عليه اليومية المركزية، يعني عمليتها كلها في دفتر يومية تمام. عفوا طبعا من مزاياها تصلح للاستخدام تمام في المشروعات كبيرة الحجم، تستخدم الحسابات الإجمالية تمام لدعم نظام الرقابة الداخلي، وتستخدم مبدأ تقسيم العمل بين الموظفين، وتتماشى مع الأحكام والقوانين التشريعات اللي بتطلب إنك تمسك دفتر يومية. لكن من عيوبها إنها بتحتاج كتير موظفين، وبالتالي تكلفة على المشروع لا تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج إلى وقت وجهد كبير لإثبات العمليات في اليوميات المساعدة واليوميات المركزية. طبعا هذه فيها نوعين من الدفاتر، النوع الأول دفاتر يومية، وتنقسم إلى دفاتر يومية مساعدة ودفاتر يومية عامة إلزامية. المساعدة اللي هي بتسجل فيها جميع العمليات المتشابهة تمام، واللي بتتكرر باستمرار، فيها دفتر مشروعات مثلا، دفتر المبيعات الآجل، دفتر المشتريات الآجل تمام، مردودات مبيعات، مردودات مشتريات، دفتر أوراق القبض، هذه دفاتر مساعدة بالإضافة لدفتر اليومية العام المركزي اللي احنا عارفينه تمام. وبيستخدم نوع تاني اللي هي الدفاتر الأستاذ، نفس الفكرة،
استاذ عام واستاذ مساعد. استاذ مساعد ان هو دفتر مثلا، لا دفتر مساعد لحساب المدينين، دفتر لحساب الدائنين، تمام، دفتر لحساب مثلا احنا حكيناهم، دفتر المركزي اللي هو في كل الحسابات اللي بتكون زي دفتر صفحة البنك، صفحة الصندوق، صفحة الكذا. يعني هي بتتميز عن الطريقة الإيطالية. الإيطالية فيها دفتر يومية عام ودفتر يومية ودفتر أستاذ عام. قال لك هذه لا، هذه فيها نظام دفتر يومية عام ودفتر يومية مساعد، دفاتر يومية مساعدة، دفتر أستاذ عام ودفتر يومي أستاذ مساعد، تمام. ومديني مثال عليها، قال لي هي عندك إليك العمليات التي حدثت في محلات الأقصى تخص عمليات الشراء على الحساب، تمام. شراء على الحساب يعني ايش معناها؟ مشتريات آجلة، تمام، من الموردين خلال شهر نوفمبر. هي التاريخ، هي اسم المورد، هي رقم الفواتير، وهي المبالغ. قال لك سجل لي العمليات في دفتر اليومية المساعد المشتريات الآجلة وترحيلها لدفتر أستاذ مساعد الدائنين، تمام، وتسجيل القيد المركزي ودفتر الأستاذ العام. طبعا زي ما هي فوق دفتر اليومية المساعد، زي ما هو فوق عندنا الجدول هناخده، بس مش هنضيف عليه إلا بس كلمة المجموع، لأنه إحنا أخذناه أساسا دفتر دفتر في الوحدة السابقة درسنا دفتر اليومية بتاع إيش؟ بتاع المشتريات الآجلة، لما درسنا الدفاتر المساعدة، تمام؟ يعني هو أصلا موضوع سابق أخذناه الوحدة اللي فاتت، تمام؟ تبع الوحدة اللي فاتت هو نفسه. هنعمل دفتر المشتريات الآجل، دفتر يومية مساعد طبعا، تمام؟ هينا سجلناه. قال لي رحل لي إياه لدفتر لحساب الأستاذ المساعد، طبعا كل واحد تبع الدائنين، طبعا كل شركة اشتريت منها أو محل برحل له. طبعا هو القيد مثلا، يعني هي القيد الأول، هي العملية الأولى بتاعت محلات نابلس في 1/11. أساسا هي إيش قيدها؟ هيكون من حساب المشتريات إلى حساب محلات نابلس، صح؟ 2400. من حساب المشتريات إلى حساب محلات جنين 3000. من حساب المشتريات إلى حساب محلات رام الله 1600، وهكذا. طبعا إحنا سجلنا في دفتر اليومية المساعد، هيجي دفتر الأستاذ المساعد حساب الدائنين هترحل. عندك حساب نابلس لكل محل فاتح حساب، بدي أرحل له القيد اللي هو كان من حساب المشتريات إلى حساب محلات نابلس. هي من حساب المشتريات إلى محلات نابلس، هي إلى محلات نابلس من حساب المشتريات، من حساب المشتريات إلى حساب محلات جنين، وهكذا، تمام، إلى حساب محلات رام الله، تحتها من حساب المشتريات إلى حساب محلات غزة إلى آخره. طيب قال لك بدي القيد المركزي. القيد المركزي اللي هو احنا تعودنا عليه حسب الطريقة الإيطالية اللي درسناها في محاسبة واحد، اللي هو من حساب المشتريات إلى حساب الدائنين، تمام، بشكل مركزي. باخد مجموع بدون تفصيل، باخد المجموع اللي عندي هان، تمام، وبعمل في قيد من حساب المشتريات إلى حساب الدائنين، تمام، بدون تفصيل حتى بأسماء المحلات، خلاص. ودفتر الأستاذ العام طبعا هرحل من حساب، هي حساب الدائنين، هقول هي إلى حساب الدائنين من حساب المشتريات، وأما حساب المشتريات من حسب القيد المركزي، من حساب المشتريات تحتيها إلى حساب الدائنين 9600. هذه هي الطريقة الفرنسية. هاي كمان سؤال خاص بمردودات المشتريات الآجلة، هي كمان مثال. قال لي في 2/10 ردت إلى محلات نابلس بضاعة ب 400 دينار لوجود تلف، 27/10 ردت 200 دينار بضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات، طبعا هاي أرقام الإشعارات، و100 دينار لوجود عيب فيها. في 30/10 ردت بضاعة رقم الإشعار 25. طبعا هذا السؤال درسنا زيه المثال هذا في الوحدة السابقة فيما يتعلق بدفتر اليومية المساعد. قال لي اعمل لي دفتر يومية مساعد مردودات المشتريات، زي ما أخذنا، هي المبلغ، اسم المورد، رقم الإشعار، سبب الرد، وجود تلف، عدم مطابقة المواصفات، وهي التاريخ، وبنضيف المبالغ حسب البيانات، وهي المجموع، هي دفتر اليومية المساعد. طب ايش دفتر الأستاذ المساعد؟ قال لك تبع الدائنين، محلات نابلس، محلات غزة، كذا. طبعا ايش بده يكون القيد؟ من حساب محلات نابلس الى حساب مردودات المشتريات. مردودات المشتريات مدينه، مردوداتها دائنه، اذا من حساب محلات نابلس الى حساب مردودات المشتريات، كل واحد لحال، من حساب محلات غزه الى حساب مردودات المشتريات، ومن حساب محلات الخليل الى حساب مردودات المشتريات. القيد المركزي من حساب الدائنين الى حساب مردودات المشتريات باجمالي المبلغ اللي هو 700 دينار، وهرحل لدفتر الاستاذ العام من حساب الدائنين الى حساب مردودات المشتريات، و
القيد الثاني الطرف الثاني هو مردودات المشتريات الى حساب مردودات المشتريات من حساب الدائنين بالمبلغ الاجمالي. القيد هي المثال الثالث نفس الفكره، مدينا على دفتر مساعد اوراق الدفع، هي المبلغ، اسم الساحب، عميل مسحوب من اللي احنا ودينا له الكمبياله، اعطيناه الكمبياله، متى حررت الكمبياله ومتى تاريخ استحقاقها. تمام؟ وقال لي هي دفتر اليوميه المساعد، قال لي اعمل لي دفتر الاستاذ المساعد الخاص بالدائنين، تمام؟ محلات الخليل، هو طبعا ايش القيد؟ من حساب اوراق، من حساب محلات الخليل الى حساب اوراق دفع. اذا هي من حساب محلات غزه، هي عامل اول واحد محلات غزه، من حساب محلات غزه الى حساب اوراق دفع، من حساب محلات رام الله الى حساب اوراق دفع، من حساب محلات الخليل الى حساب محلات دفع. تمام؟ اما قيد اليوميه المركزي اللي هو بده يكون من حساب اوراق، من حساب الدائنين ب 7400 اللي هو قيمه المبلغ الاجمالي، الى حساب اوراق الدفع اللي هم الكمبيالات اللي احنا اصدرناها ب 7400 7400. ولما نرحل لحساب الدائنين، هي من حساب الدائنين الى حساب اوراق دفع حسب الاستاذ العام، ومن حساب الدائنين هي الى حساب اوراق الدفع. موضوع سلس وسهل جدا جدا جدا. الطريقة الإنجليزية، تمام؟ وهي لعلمك هي متشابهة بشكل كبير مع الطريقة الفرنسية، تمام؟ مع الطريقة الفرنسية إيش اللي بيختلفوا عن بعض؟ قال لك الطريقة الفرنسية بتعتمد على دفتر يومية عام، دفتر يومية مساعد، دفتر أستاذ عام، دفتر يوم، دفتر أستاذ مساعد. الفرنسية هذه الفرنسية، قال لك الإنجليزية نفسها بس ما عدا ما فيش حاجة اسمها دفتر أستاذ عام، في دفتر يومية مساعد وفي دفتر أستاذ عام ودفتر أستاذ مساعد بس. وهي تقريبا نفس العيوب والمزايا اللي موجودة، تمام، في الطريقة الفرنسية. طيب لاحظ قال لك ايش؟ قال لك تتشابه فيما عدا هي، شايف تتشابه بشكل كبير مع الطريقة الفرنسية وتستخدم نفس الدفاتر ما عدا دفتر اليومية العامة المركزي. يعني احنا كنا في الفرنسيه قلنا عندنا اربع دفاتر، اثنين يوميه واثنين استاذ، اثنين يوميه، يوميه عام، يوميه مساعد، اثنين استاذ، استاذ عام، استاذ مساعد. قال لك الانجليزيه لا، في اليوميه دفتر واحد دفتر يوميه مساعد، اما في الاستاذ العام دفتر استاذ عام ودفتر استاذ مساعد. ونفس الامثله بتاعت الانجليزيه شباب ويا صبايا هي نفسها تنحل بالطريقه الانجليزيه من غير ما اعمل قيد مركزي، بس الفرق بينهم لو قال لي فرنسيه بحط قيد مركزي، قال لي انجليزيه بدون قيد مركزي. هاي سؤال، هاي دفتر مبيعات، هاي عمليات خاصه بالمبيعات الاجله، بعنا بضاعه في 2/2 لمحلات النصيرات، فاتوره رقم 20 مبلغها 6000، 15/2 محلات دير البلح ب 21 8000 الى اخره. المطلوب اثبات العمليات السابقه بدفتر يوميه مساعد المبيعات الاجله، ترحيل لدفتر الاستاذ المساعد وترحيل لدفتر الاستاذ العام. يومية مساعد زي ما هو عندنا الجدول فوق بناخده، بس بنضيف مجموع المبلغ. هاي عملنا دفتر اليومية المساعد، تمام؟ طيب قال لي رحلها لحسابات المدينين المساعد، تمام؟ كل واحد هو اساسا ايش القيد؟ من حساب المدينين محلات كذا الى حساب المبيعات. هاي من حساب المدينين محلات النصيرات الى حساب المبيعات، من حساب المدينين محلات دير البلح الى حساب المبيعات، وهكذا، تمام؟ زي ما انتم شايفين. وبعدين لو احنا لو كانت الطريقه هي استاذ عام، شايف احنا كنا متعودين نحط هان الخطوه الثالثه في الطريقه الفرنسيه قيد مركزي. لو انا بدي احلها بالفرنسيه كنت هقول ايش؟ من حساب، هعمل قيد مركزي واقول من حساب المدينين الى حساب المبيعات ب 25000. قال لي لا طريقه انجليزيه، قلت له اذا ما بحطش قيد مركزي بس بصور حساب الاستاذ العام اللي هو من حساب المدينين هي الى حساب المبيعات 25000، هاي من حساب المدينين الى حساب المبيعات 25000. تمام؟ تمام. قال لي اليك العمليات التي حدثت في محلات القدس الخاصة بمردودات المبيعات، تمام؟ خلال شهر 8. خلال شهر 8. والداني قال لي في 8/5/8 ردت محلات النصيرات بضاعة 250 دينار عدم مطابقة المواصفات، إشعار دائن 42، في 10/8 محلات المغازي 100 دينار رقم إشعار 52 لوجود عيب فيها. هي ثلاث أنواع أو ثلاث عمليات رد.
قال لي اثبتها بالطريقة الإنجليزية. أول حاجة، لو أنا ممكن ما أقول لكش الكلام هذا المطلوب 1 2 3، ممكن أقول لك إثبات العمليات السابقة وفق الطريقة الإنجليزية، وفق الطريقة الفرنسية. أنت بدك تكون عارف إنك بدك تثبت دفتر يومية مساعد، لو كانت إنجليزية دفتر يومية مساعد، دفتر أستاذ مساعد، ودفتر أستاذ عام. لو فرنسية كنت هتحط قيد مركزي. تمام. هاي دفتر اليومية المساعد زي ما احنا اداني فوق، بحطهم بعبيهم في الجدول. هاي المبلغ، اسم العميل، رقم الاشعار، سبب الرد، وتاريخ العملية، وبحط المجموع الاخ حسب ما درسنا في الوحدة السابقة. هاي اليومية المساعد. طب ايش الاستاذ المساعد؟ قال لك كل واحد. طب عملية الرد، طبعا هدول مدينين. تمام. لما هيردوا بضاعة، المردودات، المبيعات دائنة مردوداتها مدينة، اذا هيكون القيد تبعها هاي الاولى مثلا من حساب مردودات المبيعات الى حساب المدينين محلات النصيرات، من حساب مردودات المبيعات الى حساب المدينين محلات المغازي، من مردودات المبيعات الى حساب المدينين محلات جباليا. وزي ما انتم شايفين هي القيد بنصوره، هي من حساب مردودات المبيعات الى حساب محلات النصيرات، من حساب مردودات المبيعات الى حساب محلات المغازي، من حساب مردودات المبيعات الى حساب محلات جباليا. لو كانت طريقه فرنسيه كنت هعمل قيد من حساب مردودات المبيعات الى حساب المدينين في 530، بس هذه طريقه انجليزيه فيش فيها يوميه عامه، فبنعملش قيد مركزي عام. على طول برحل لدفتر الاستاذ العام، بس بدي اخلي القيد في راسي. اللي هو ايش القيد؟ اللي هو قال لي من حساب مردودات المبيعات الى حساب المدينين. اذا هي الى حساب المدينين من حساب مردودات المبيعات، من حساب مردودات المبيعات الى حساب المدينين. والمثال السادس برضو نفس الفكرة. تمام. زي ما انتم شايفين الطريقة الامريكية طبعا تعتمد على دفتر واحد مركزي. تمام. تعتمد على دفتر واحد مركزي، عبارة عن دفتر استاذ عام مع دفتر يومية عامة، اتنين مع بعض. بنقسم لقسمين، قسم بنحط يمثل الجزء الخاص باليومية العامة بتسجل فيه القيود اليومية، والقسم الآخر خاص بدفتر الأستاذ العام بترحل له الحسابات، وعشان هيك بتضمن مجموعة أعمدة كبيرة. طبعا من مزاياه السرعة في الإنجاز، تعرفة الربح، الخسارة، توفير وقت وجهد، تكلفة استعمال، لكن عيوبه عدم ولائمته للمشروعات الكبيرة، لا يقوم على مبدأ تقسيم العدد، حدوث أخطاء عند عملية الترحيل، ويحتاج إلى إمساك دفاتر إحصائية لتحليل البيانات الإجمالية. طبعا هو بيعتمد على دفتر واحد، دفتر فيه يومية عامة مع أستاذ عام. ومدين هيو مثال. تمام. بدأت محلات فلسطين أعمالها التجارية برأس مال قدره 7500، أودعت 1000 في الصندوق والباقي في البنك، وفيما يلي تمت العمليات اللي تمت في 2000 شهر يناير 2009. طلع معي لو بدنا نطلع عليه. هاي أول قيد، شايفين؟ هيو من حساب الصندوق 1000، من حساب البنك 6500 إلى حساب رأس المال، هذه القيد اليومية. تمام؟ هاي دفتر اليومية، وهي التاريخ. بيبدأ يرحل، حساب الصندوق حط فيه 1000، حساب البنك 6500. تمام؟ وفي الطرف الثاني طبعًا هو مش عامل حساب رأس مال، لو كان مكتوب رأس مال أو حسابات متفرقة، هاي 7500. تمام؟ ركز معي. العملية الثانية مثلا قام بشراء آلة من حساب الصندوق. تمام. طلع معي، هي من حساب الآلة إلى حساب الصندوق بقيمة 1000 1000. تمام. رحل، تجيب رحل لحساب الصندوق هي 1000، ولحساب الآلة لو مشينا لقدام يا إما في حسابات متفرقة تلاقي حاطط عشان هي غير متكررة 1000. تمام. العملية الثانية مثلا اشترى بضاعة بقيمة 4750، دفع 150 نقدا والباقي بشيك، هي من حساب المشتريات. طلع، هتروح هتلاقي عند المشتريات 4750، وهي عند الصندوق 150، وعند البنك 4600. المهم اللي بيهمني انه في النهاية طريقة مركزية. تمام. تدمج فيها كل الحسابات في دفتر واحد، يومية عامة مع أستاذ عام في دفتر واحد، وفي النهاية زي ما انتم شايفين المجموع الطرف المدين يساوي الطرف الدائن. تمام. في قيود اليومية بتاعت الشهر. تمام. وهي الحسابات كل حساب ايش صار عليه عمليات، مجموعة
تمام زي ما انتم شايفين تحت. بضل اخر شيء اللي هي الطريقة الألمانية، وهي طريقة مطورة من الطريقة الإيطالية، تمام؟ وبتخصص العمليات النقدية دفتر يومية نقدية خاص فيه، بينما العمليات غير نقدية دفتر يومية بيسموه العمليات الأخرى، تمام؟ وبرحلوا هذه الدفاتر في النهاية إلى دفتر الأستاذ العام. طبعا زي مزاياها زي مزايا الإيطالية، سهولة الاستخدام، قلة الدفاتر المستخدمة فيها، قلة التكلفة، تتناسب مع المشروعات صغيرة الحجم. وفي من مزاياها الجديدة اللي بتميز عن الإيطالية فصلها العمليات النقدية عن غير النقدية، بينما من عيوبها عدم استخدام الحسابات الإجمالية وبالتالي بضعف الرقابة، عدم قيامها على مبدأ تقسيم العمل، تمام، حاجتها إلى وقت وجهد كبير، وعدم تناسبها مع المشروعات الكبيرة زي ما شفنا نفس عيوب الإيطالية. طيب إيش دفاتر المستخدمة فيها؟ قلنا دفترين، دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. دفتر اليومية انقسم لنقدية تحليلي ودفتر الأستاذ ودفتر يومية عامة، تمام. أما بالنسبة للأستاذ فهو دفتر واحد اللي هو دفتر أستاذ عام. وهيك بنكون أنهينا الوحدة الأخيرة، تمام. أتمنى إن شاء الله إن احنا نكون قضينا فصل سعيد مع بعض. طبعا هنرفع التمارين للحل، تمام، كنشاط. الوحدة هذه لا يخلو امتحان إلا يجي عليها سؤال، وأنا بعتبره سؤال للعلامات، تمام. أسئلة بسيطة وسلسة، إيش يعني تعمل دفتر؟ أسئلته بسيطة جدا، بتعتمد على يعني الفصل الأخير والقبل الأخير اللي هو السابع والثامن، مكملات لبعضهما البعض، تمام. ادرسوهم منيح طبعا، إلا ما يجي سؤال عليهم تحل الأسئلة بالطريقة الإيطالية، بالطريقة الفرنسية، بالطريقة الإنجليزية، وفق ما يديك في السؤال. يعطيكم العافية، أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نكون استمتعنا مع بعض خلال الفصل الدراسي. هرفع لكم الامتحان إن شاء الله، النشاط الأخير، تمام، وأتمنى إنكم تحلوه ويتم تسليم، وبأكد على ضرورة تسليم جميع الأنشطة، تمام، اللي هم هيكون عددها 8، عدد 8 نشاطات، تمام، يجب أن يتم تسليمها قبل صباح يوم 30/12/2020. يعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد.